دي كده من العلامات بتاعت الشياع، ان يكون الذكر بيلبلب على النتايه والنتايه بتكون واقفاله، والحركه بتاعت الديل دي، شايف الحركه بتاعت الديل، تلاقي النتايه واقفه وعماله تلعب بالديل بتاعها. بسم الله ما شاء الله. تلاقي النتايه بتلف حوالين الذكر وبتبقى واقفاله، وشايف الحركه بتاعت الديل دي، اعرف كده ان النتايه طالبه شياع، يعني النتايه كده في الشياع طالبه عشر يعني. وهتلاقي الحياه بتاعها من ورا منتفخ شويه ومحمر، منتفخ ومحمر، وهتلاقيه منزل سلب لونه ابيض شفاف، هتلاقيه منزل سلب لونه ابيض شفاف. تمام. طبعا دي نتايه بتاعت حد يعني كان عايز يضربها من البور، فطبعا زي ما انت شايف الحجم بتاع الذكر البور بيبقى تقيل على النتايه، النتايه مش بتقدر يعني تستحمل الوزن بتاع الذكر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، جابها ما شاء الله، ذكر جابها، ربنا يبارك. طبعا احنا شايفين الفرق في الحجم ما بين الذكر والنتاية، بص كده السائل المنوي بتاعه اهو، لو يقف بس، لو يقف عشان اصوره. بسم الله اهو، دي العلامة اللي بقولك عليها اهو، عشان تبقى انت عارف. هتلاقي ان الديل بتاعها عليه الضروبة والشعر فيها بيبقى ماسك، تعرف كده ان النتاية ضربت. اهو قدامك اهو، عشان الناس اللي بيبقى عندها جديان بيبقى عندها معيز ما تبقاش عارفة المعيز ضربت ولا لأ، تلاقي النتاية طالبة الذكر بتلف حوالين الذكر، عمالة تهز بديلها وتلعب بديلها، الذكر عندك هتلاقيه بيلبلب عليها بالمنظر ده كده، وتلاقيها منزلة سلب لونه أبيض كده زي مية شفافة كده، وهتلاقيها بتقف للذكر في الوقت ده، اعرف إن النتاية طالبة عشر، اعرف إن النتاية طالبة عشر. الذكر عايز يطمن ان هو ضربها. بص شوف الحركه بتاعت الديل، طول ما هي ان الذكر مش مطمن هتلاقيه ورا النتايه ويتنيه يقعد يضرب فيها مره واتنين وتلاته لغايه لما يطمن ان النتايه ضربت وانها مسكت منه، ساعتها هتلاقي ان الذكر سابها يشمشم فيها ويبعد عنها. طول ما هي طالبه عشر او هي فاضيه هتلاقي الذكر بيلف وراها ومش سايبها.